السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طالباتي العزيزات طالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. عزيزات الطالبات، درسنا في الحصة الماضية درس بعنوان المستقبل. عزيزات الطالبات، ذلك الدرس الذي يتحدث ويحكي لنا الحوار الذي دار بين الشجرة والنهر، حيث كانت ترى الشجرة أن النهر سيموت لأن مياهه قلت واقتربت من الجفاف، والنهر كان في ذلك الوقت غاضبا لأن الشجرة لا تنظر إلى المستقبل. فيجب علينا أن ننظر إلى المستقبل وألا نتجاهله. عزيزات الطالبات، سوف نقوم اليوم بقراءة الجزء الذي قمنا بقراءته من قبل مع إضافة الجزء الجديد، فتابعي معي أثناء القراءة ورددي خلفي حتى تتقني مهارة القراءة. تابعي معي، قومي يا عزيزتي بفتح الكتاب صفحة 19. هيا بنا. المستقبل للكاتب زكريا تامر. كان النهر قليل المياه، فنظرت إليه الشجرة بأسف وقالت له: لقد أمسيت عجوزا وستموت في يوم قريب. قال النهر بصوت هادر حانق: أأنت تقولين هذا الكلام لأن مياهي صارت قليلة؟ قالت الشجرة: لا داعي إلى غضب لا سبب له، فأنت تعرف وأنا أعرف أن الأنهار تموت عندما تجف مياهها. قال النهر: أنت مخطئة، لأنك تنظرين إلى حالي اليوم متناسية المستقبل، فالصيف لن يبقى إلى الأبد وسيرحل ويأتي الشتاء. قالت الشجرة: هل تريد مني أن أصدقك وأكذب ما تراه أغصاني؟ بعد أسابيع تحقق ما قاله النهر للشجرة، فقد رحل الصيف وأقبل الشتاء بأمطاره الغزيرة وثلوجه، فازداد ماء النهر. وصاحت الشجرة بدهشة: لقد عدت أيها النهر شابا قويا. قال النهر: هل اقتنعت الآن أنك كنت مخطئة؟ قالت الشجرة: أخطأت فعلا، فقد كان يفترض في عدم نسيان المستقبل عندما أنظر إلى الحاضر. قال النهر: ما دمت قد برهنت على الحكمة باعترافك بخطئك فأنت تستحقين المكافأة. ودفع النهر ماءه بقوة نحو الشجرة، فسارعت جذورها إلى الشرب منه حتى الارتواء. وبذلك نكون قد قمنا بقراءة الدرس، ولكن هيا بنا نتعرف على شيء جديد في هذا اليوم، وليس بالشيء الجديد وإنما يعتبر تعزيز ومراجعة لشيء قد قمنا بذكره من قبل أكثر من مرة، ولكن المراجعة مفيدة جدا. فهيا بنا نرى ماذا تحدثنا من قبل. عزيزات الطالبات، عن علاقة لغوية تسمى بعلاقة الترادف، علاقة لغوية تسمى بعلاقة الترادف. ما معنى الترادف؟ الترادف هو اختلاف الكلمتين في اللفظ. ما معنى اختلافهما في اللفظ؟ أي في كتابة الحروف، في كتابتها. الكلمة يبدو عليها أنها شكلها مختلف عن الكلمة الأخرى، واتفاقهما في المعنى. على الرغم من اختلافهما في اللفظ، إلا أنهما
يوجد بينهم اتفاق في المعنى، مثل يجري ويركض. يجري هي هي يركض، ويركض هي هي يجري، نفس المعنى، لكن اللفظ قد اختلف في كتابته. هل تلاحظون؟ نعم. وأيضا كلمة يسخر ويستهزئ. يسخر هي هي بمعنى يستهزئ، لكن الكلمة اختلف لفظها. أحسنتم. وأيضا اسم، كلمة اسم ما معناها؟ معناها ذنب. اختلفت الكلمتين في اللفظ، أي في شكل الأحرف في كتابتها، لكن بتؤدي نفس المعنى، تتفق معها في نفس المعنى. هذا هو مفهوم الترادف، اختلاف الكلمتين لفظا واتفاقهما في المعنى. أما التضاد، التضاد ما معنى التضاد؟ اللفظ الدال على معنيين متقابلين، كلمة عكس الأخرى. ما هذا الكلام؟ أي أن الكلمة بتختلف في اللفظ وأيضا مقابلة للمعنى. ما معنى ذلك؟ أن الكلمة عكس الأخرى تماما. مثال: طويل، عكسها وضدها قصير. أحسنتم. سعيد، عكسها أحسنت حزين. رجل، عكسها وضدها امرأة. أحسنتم. الخير، الخير. أحسنتم. الشر، أحسنتم، بارك الله فيكم. الحب، أحسنتم. إذن الكراهية، بارك الله فيكم. وددت الآن أن تتعرفوا وتسترجعوا معلوماتكم عن الفرق بين الترادف والتضاد. فهيا بنا ننتقل إلى درسنا حتى نقوم باستخراج الترادف والتضاد. هيا بنا. عزيزتي الطالبة، قد قمنا الآن بالرجوع إلى الكتاب المدرسي. افتحي معي الكتاب صفحة 21. 21. قمنا من قبل بذكر الترادف. اختر الكلمة المرادفة، وقد ذكرنا الآن ما معنى الترادف. أنت تنظرين إلى حالي اليوم متناسية المستقبل. ما مرادف كلمة متناسية؟ قد قمنا من قبل بذكرها. متناسية أي أحسنت، متجاهلة، بارك الله فيك. أما برهن على حكمتها باعترافها بخطئها، برهنت على حكمتها باعترافها بخطئها، ما مرادف أي ما معنى كلمة برهنت؟ برهنت على حكمتها، ما الكلمة التي تؤدي هنا نفس معنى هذه الكلمة؟ راهنت، لا أظهرت، لا عرفت، بالطبع لا، وإنما الإجابة الصحيحة هي أثبتت. برهنت معناها أثبتت. أحسن. السؤال الثاني: قدم بديلا يؤدي معنى كل كلمة تحتها خط، ثم اقرأ الفقرة أمام زملائك. ما معنى هذه الفقرة؟ أي أنه يوجد عندي كلمات كما تلاحظون يوجد تحتها خط، المطلوب مني أن أقدم بديلا. ما معنى البديل؟ أي كلمة بتؤدي نفس المعنى، أي ترادف، كلمتين مترادفتين، وقد شرحنا من قبل ما معنى الترادف. فهيا بنا. بعد أسابيع تحقق، ما معنى كلمة تحقق؟ فكري جيدا، معنى كلمة يا معلمتي تحقق؟ أحسنتي، أسمعك جيدا، أي حدث. تحقق بتؤدي معنى نفس معنى كلمة حدث، بارك الله فيك. ما قاله النهر للشجرة فقد راحل الصيف؟
رحالة، ما معنى وما مرادف كلمة رحالة؟ فكري جيدا معنى كلمة رحالة. أحسنت، بارك الله فيك. معنى كلمة رحلة يا معلمتي ذهب، أليس كذلك؟ نعم يا معلمتي، شكرا لكم يا حبيباتي. رحلة. وما مرادف كلمة أقبل وأقبل الشتاء؟ ما معنى كلمة أقبل؟ أحسنت، أسمعك جيدا. معنى كلمة أقبل يا معلمتي أي جاء، بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. أقبل معناها ومرادفها جاء. تلاحظين الكلمتين مختلفتين في اللفظ أي في الكتابة، لكن يؤديان نفس المعنى، متفقتين في المعنى. وأقبل الشتاء بأمطاره الغزيرة أي الكثيرة وثلوجه، فازداد ماء النهر وصاحت. ما معنى كلمة صاحت؟ فكري جيدا معنى كلمة صاحت. أحسنت، صاحت أي صرخت. معنى كلمة صاحت صرخت. بارك الله فيكم، كلمتين مختلفتين في الكلم في الحروف في اللفظ، لكن يؤديان نفس المعنى. لقد عدت أيها النهر شابا قويا. عدت أي ما معنى كلمة عدت؟ أحسنت أي رجعت. أحسنت، لقد عدت من المدرسة أي رجعت من المدرسة. بارك الله فيكم جميعا. والآن قد أكدنا على معنى الترادف. ما هو الترادف؟ كلمتين متفقتين في المعنى لكنهما مختلفتين في اللفظ. وهنا عبر عن المعنى المقابل، وقد ذكرنا من قبل معنى المقابلة. المقابلة، أحسنتي، هي الضد، كلمة عكس كلمة، كلمة عكس كلمة. المقابلة جملة عكس جملة. فهيا بنا، قلت مياه النهر في فصل الصيف. هنا تلاحظين الكلمات الملونة باللون الأحمر، قلت وهنا الصيف. فهيا بنا نذكر الضد، العكس، معنى الضد العكس. وقد ذكرنا من قبل الطويل عكسها القصير. قلت هنا الضد ازدادت، الصيف الضد الشتاء. أحسنتم. تموت، ما عكس وضد كلمة تموت؟ ما عكسها؟ أسمع جيدا، تحيا، أليس كذلك؟ عكس الموت الحياة، أليس كذلك أعزائي الطالبات؟ نعم، مع ضد كلمة تموت تحيا. عفوا، أما مضاد كلمة تجف، إذن تصبح الكلمة الجملة تحيا الأنهار عندما تجف. ما مضاد كلمة تجف؟ أحسنتي، تفيض وتزداد. مضاد كلمة تجف تفيض وتزداد. هيا بنا نقوم بكتابة كلمة تفيض. أما كلمة أنكرت الشجرة صحة كلام النهر، ما معنى كلمة أنكرت؟ أي تجاهلت. أحسنتم. ما مضادها؟ ما مضاد كلمة أنكرت؟ أحسنتم، المضاد هو العكس. إذا مضاد أنكرت اعترفت وأقرت وأكدت. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا مضاد كلمة أنكرت اعترفت. أحسنتم، بارك الله فيكم عزيزات الطالبات. أتمنى أن نكون اليوم قد استفدنا من درسنا لهذا اليوم، وقد تعرفنا على الفرق بين الترادف والتضاد. وأتمنى أن ألقاكم على خير بإذن الله تعالى، ومع درس جديد من دروس لغتنا الجميلة، لغتنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.